عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكي على مرض السكر في رمضان. برشا ناس عندهم السكر يتسائلوا اسكو نصوموا رمضان، كيفاش نجموا ناكلوا، كيفاش نجموا السكر نتاعنا يقعد معدل. لهنا اول حاجه نحب نقولها لكم، ماذا بكم تستشيروا لو ميدسان تريتون نتاعكم، هو اللي يعرف الحاله نتاعكم بالضبط، اسكو السكر اكيليبري والا لا، الجرعات نتاع الدواء، لو تريتمون بيدو. دونك لهنا ماذا بينا نحاولوا نسمعوا كلام الطبيب المباشر نتاعنا. بالنسبه للمريض السكري لازم يحسن من الكاليتي نتاع النشويات نتاعو، معناتها يخير الخبز الكامل اللي هو فيه اكثر الياف وبالتالي السكر يقعد معدل. المقرونه ما تكونش طايبه برشا، يمضغ مليح. وجبه السلطه يلزمها تكون متوفره في كل وجبه نتاع شقان فطر، وخاصه يشرب الماء. نحاولوا مريض السكري اذا كان عندنا شكون في الدار عنده مرض السكر ديما يقيس بالجلوكوميتر السكر نتاعو، اي نسبه نتاع سكر اقل من 0.7 غرامات في الدم راهو يلزم ياكل حاجه، وكيف كيف اي نسبه نتاع سكر اكثر من 3 غرامات في الدم راهو يلزم يقص الصيام نتاعو ويلزم ياكل حاجه. دونك لهنا نهدوا بالنا على صحتنا. بالنسبه للوجبات نتاعنا عندنا شقان الفطر يكون خفيف، بعد لازم نتفكروا بلمجه كيف كيف تكون فيها شويه خبز والا شويه بسيسه باش السكر يقعد معدل. والوجبه الثالثه اللي هي السحور لازم ياخذها اخر وقت في السحور، دونك كيف كيف لازم تكون فيها بسيسه والا خبز، هذيك اللي يعطيه الطاقه واللي يخلي له السكر نتاعو منظم. بالطبيعه باش يبعد على الحلويات وخاصه السكر الابيض. نجموا نستعملوا شويه الفركتوز اللي هو سكر الغله، اذا كان نحبوا نحليه حاجه معناتها باش ناكلوها في السهريه. نبعدوا قدر الامكان على المحليات الصناعيه اللي هي تنجم تقلق شويه البدن. دونك لهنا نخيروا اكثر الخضره الغله اللي هي تكون طبيعيه. ان شاء الله ديما في صحه باهيه وشهيه طيبه.